يا أستاذ مرتضى، أنا هشام. طبعا أنا في الطيارة حاليا وفي تأخير، بس بسمع إن عمي فتحي عايز يدفن بسرعة وعامل مشكلة في الحكاية دي. أنا بفوضك، وأدي رسالة صوتية سمعها له لو محتاج، بفوضك إنه تنقل جثمان أبويا لتلاجة وتستنوا عبال ما أوصل. ولو عمي فتحي عايز يتناقش معايا في أي حاجة يتناقش معايا لما أنا أوصل مصر، لكن ما ينفعش يبقى فيه قرارات من غير ما نكون موجود. أنا ابنه الوحيد ومن حقي إن يبقى لي رأي. لو سمحتم، أنا بتكلم من الطيارة هنا وأنا في طريقي لمصر، أرجوكم جثمان والدي لازم يتحط في تلاجة، مفيش قرارات دفن أو أي قرارات تانية غير لما أنا أجي مصر الأول، وهتكلم مع عمامي ونتفق على الخطوات التانية، بس ما ينفعش أي قرارات تاخد غير لما أنزل مصر.